نتكلم عن مباراه الاهلي وسان داونز. معانا برضو واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين منتخب مصر وصخره في الدفاع، الكابتن وائل جمعه. تحياتي ليك يا كابتن وائل، وتحياتي الكابتن احمد سامي نجم الاهلي السابق ليك. مساء الخير يا كابتن اسامه، معلش انا بعتذر ان الخط قطع والله، وسلامي لكابتن احمد ومبروك للاهلي المباراه اللي فاتت طبعا، وان شاء الله نفرح بالبطوله في النهايه اسامه باذن الله مع بعض ان شاء الله. شفت المباراه امبارح ازاي، وخاصه كمان استعداد النادي الاهلي ليها والذهاب الى جنوب افريقيا قبلها باسبوع وتهيئه الاجواء كلها لاعبي النادي الاهلي، شفت الاجواء ازاي والمباراه ازاي امبارح يا كابتن وائل؟ والله يا سمر الحمد لله، يعني الـ 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 عارف اللي بيتعلم من الدروس الماضي بيبقى يعني شخص شاطر طبعا كويس، وده اللي حصل. النادي الاهلي خد القرار صح بسفر الفريق بعد مباراه الذهاب مباشره، يعني كان كنوع من الاستعداد لتجنب الاخطاء اللي الفريق وقع فيها الموسم الماضي بوجود الرطوبه طبعا نتيجه ارتفاع جنوب افريقيا عن سطح البحر والحراره العاليه والتعود على توقيت المباراه اللي كان الساعه 3 طبعا، انت عارف في مصر بنلعب بعد المغرب دايما جو اللعيبه، انت عارف الاختلاف ده بيعمل مشكله عند اللعيبه بعض الشيء شويه، بيبقى في خمول عند اللعيبه، فكويس ان الفريق استعد كويس جدا ودي كانت خطوه ممتازه. انما كان المميز بالنسبه لي واكثر شيء ساعد النادي الاهلي سامع في العبور المباراه دي وجود الجمهور، وكان حافز كبير جدا للمدرب تحديدا كمان. تمام، وانا قلت في التحليل بتاع المباراه سامع ان جمهور الاهلي عرف الراجل ده يعني ايه قيمه النادي الاهلي وقيمه الجمهور اللي وراه، لانه ما شافش خلال الفتره اللي فاتت. تمام، ومن اول انضمامه للاهلي ما شافش حماس ورغبه وحب جمهور النادي الاهلي للنادي الاهلي على الطبيعه في الملعب. مظبوط، كان هو بيسمع ويشوف من الشارع، انما الموقف ده كان مؤثر جدا طبعا، والراجل تفاعله في المباراه على خط الملعب كان واضح جدا، التاثر والتركيز والشغف اللي جاله لما شاف المنظر ده. طيب عايز وانت احد يعني نجوم النادي الاهلي في خط الدفاع وما شاء الله تاريخ كبير في الحته دي، شايف دفاع النادي الاهلي ازاي بقى الخط الخلفي؟ ياسر ابراهيم، متولي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، خط الدفاع شافه ازاي يا كابتن وائل؟ خاصه ما شاء الله يعني بيقدموا مستويات رائعه كمان. بص هو اجمالا يا اسامه قوتنا الحمد لله في جماعيه الفرق. تمام، وده مساعد دفاع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، النادي الاهلي اتحسن على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي خلال الموسم ده من بدايته مع الراجل يا اسامه، لان كان عندك مشاكل فنيه في الفرقه، كان عندك مراكز فيها مشكله. اهمها كان وسط الملعب المدافع طبعا، نتيجه ابتعاد حسام عاشور الفتره اللي فاتت عن المشاركه والاصابه اللي جت لحمدي فتحي، ثم النقطه المهمه جدا وهي مشاركه ديانج في نص الملعب. مظبوط، لاعب اللي اضاف كتير للنادي الاهلي واضاف كتير للمركز ده في وسط الملعب، والمركز ده مع عمرو السوليه والاداء اللي بيقدموه الاثنين ساعد الدفاع انه يظهر بشكل كويس، مع النقطة الأبرز كمان الموسم ده وهي تألق الشناوي يا أسامة. صراحة من النقاط المهمة جدا إن احنا بقى عندنا حارس مرمى ممتاز، كان حتى الشناوي عنده أخطاء في الفترة اللي هي بعد كأس العالم مباشرة، كان في أخطاء كتير بتحصل منه بعد التألق اللي ظهر بيه في كأس العالم 2018، خد فترة شوية على ما يظهر بالشكل اللي احنا شايفينه حاليا، انما ده من النقاط الايجابيه، انما قوه الاهلي في جماعيته انسجامه وجماعيته صراحه مساعده الفرقه ومساعده خط الدفاع، بس ده ما يخليناش ننكر ان الدور اللي بقدمه احمد فتحي وياسر ابراهيم صراحه، وياسر كمان تحديدا ياسر فتحي طبعا المركز ده ياسر بصراحه مكسب كبير لينا، وعرف شخصيه النادي الاهلي وعرف المطلوب من المركز ده بشكل ممتاز، مع محمود متولي، مع رامي اللي انا اتمنى ان رامي عنده امكانيات كبيره جدا اسامه، انا اعرف رامي كويس جدا وعلى المستوى الفردي وعلى المستوى المهاري والبدني كمان، رامي بدنيا دلوقتي افضل من قبل طبعا جدا. طبعا في مشاركه اكتر دلوقتي طبعا، لسه محتاج يظهر بشكله الحقيقي، واعتقد ان رامي كمان لو ظهر بالشكل الحقيقي بتاعه والاداء اللي كان بيه بادئ بيه مع النادي الاهلي هيبقى اضافه قويه جدا، وما اعتقدش ان شاء الله حد يهدد مرمى النادي الاهلي في المباريات اللي جايه ان شاء الله. تمام كابتن وائل، اخيرا رسالتك بقى
للجهاز الفني، خاصة أن متبقي ما يقرب من 51 يوم لمباراة قبل النهاية أمام الوداد، وكمان رسالتك للاعبي النادي الأهلي خلال الفترة القادمة دي، خاصة أنها فترة كبيرة يعني 51 يوم أنها هتبقى فيها مباريات في الدوري ومباريات الكاس لابتعاد عن البطولة الأفريقية، رسالتك للجهاز الفني وأيضا للاعبي النادي الأهلي. يعني احنا دايما زي ما بنعترف بالمركز الاول بس، شوف احنا في خلال ثلاث سنين وصلنا نهائي دوري ابطال افريقيا مرتين، تمام، ومع ذلك احنا بنلوم على لاعبتنا وبنلوم الجهاز الفني بتاعنا وبنلوم لان انت بتبحث عن المركز الاول بس وعن النجاح. مظبوط. المدرب دلوقتي بقى له يعني فتره طويله مع الفريق وعرف النادي الاهلي كويس، وخلال الفتره اللي جايه عنده دلوقتي ارتياح جدول الترتيب، يقدر يعمل التدوير اللي هو عايزه في خلال مباريات الدوري ويوصل اللعيبه لمباراه الوداد بالشكل المناسب والشكل الانسب من الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه، ويحفظ اللاعبين اكثر بعض الامور. انا لسه في بعض الامور يعني مش واضحه واتمنى النادي الاهلي يهتم بيها زي الكرات الثابته، طبعا احنا لغايه دلوقتي ما بنستفدش بيها تماما سواء الدفاعيه او الهجوميه. دي نقطه يعني احنا مش مستفيدين بيها، كنا متميزين فيها قبل كده مع ان الفرقه دلوقتي فيها لعيبه ممتازه ولعيبه امكانياتها الفنيه عاليه. الركنيات عندنا اطوال في الفريق نقدر نستفيد منها برضه، دي من الحاجات اللي محتاجين الفتره اللي جايه نشتغل عليها، لان الحاجات اللي زي كده بتحسم المباريات اللي هي في مرحله الدور قبل النهائي والنهائي. اكيد طبعا التفاصيل الصغيره مهمه جدا في المباريات الحاسمه نشتغل عليه، والراجل الحمد لله ماشي كويس، والراجل زي ما قلت مكسب للنادي الاهلي. انا عاجبني جدا شخصيته وادائه مع الفريق سما وهدوءه في التعامل، وزي ما قلت برضو الراجل ده مش فرحان ان هو موجود جوه النادي الاهلي، الراجل بيبحث عن مجد ويبحث عن كتاب التاريخ للنادي الاهلي ولنفسه طبعا. فأنا أتمنى له التوفيق بإذن الله في قادم المباريات بإذن الله. يعني إن شاء الله. كابتن وائل جمعة نجم الأهلي السابق منتخب مصر، بنشكرك شكرا جزيلا، يعني مداخلة مهمة ورسائل مهمة للجهاز الفني وأيضا للاعبي النادي الأهلي.